السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه هذا الكامبر هذا للموتور ديالو فيات ولكن الديزاين ديالو ديال ام سي لويس وهذا اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. الكامبر راه الموديل ديال 2021 مازال ما خرج يعني يقولوا هو الوحيد اللي كاين دابا في هولندا وحاولت انني ناخذ الاذن باش نصوره. يلا على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم. الى عجبك الفيديو هذا كنتمنى انك تضغط على زر ديال الاعجاب. لو كنتي اول مره كتشوف هذه القناه هذه كنتمنى انك تضغط زر الاشتراك في القناه. يلا على بركه الله. الحاجه الاولى غادي نشوفوا هو الاسباس اللي كاين في هذا الكامبر هذا. كاين هذا المكان هذا المكان فيه ممكن انك تحط العديد من الاشياء اللي غادي تستعملها تحطها هنايا يعني حنا تقول واحد المساحه زايده في هذا الكامبر هذا فين تحط العديد من الاشياء ديالك. كاين حتى هذه البلاصه هذه كاين هذه البلاصه هذه اللي كتشوفوه هنايا على هذا الشكل هذا. اجيو شوفوا معايا كاين واحد البوله هنايا هنايا فين كاين ممكن انك تحط العديد من الاشياء في هذا المكان هذا ولكن ماشي غير هذا الشيء هذا ممكن انك تحط الاشياء ديالك في هذا المكان هذا هنايا هذا المكان هذا هنايا فين كتحط البوطه اللي غادي تستعمل في الطبخ لداخل كما كتشوفوا هاي ديال البوطه هنايا هذا هو المكان تستعمل فقط القنينات الغاز وكتسدها. دابا غادي نمشيو غادي نشوفو الجهة الأخرى. كاين هذا المكان هذا هاد المكان هنايا فين كدير الماء كتحط السيو ديال الماء في هاد البلاصة هادي باش بلا ما تحتاج انك دير خزان تعمرو في الطواليت ولا شي حاجة من هاد البلاصة هادي تعمر مباشرة. كاين هاد المكان اللي لتحت دا واحد المكان واحد المساحة إضافية فين تحط العديد من الأشياء ولكن هاد المكان هذا كيستعمل غير الأشياء الميكانيكية غادي تحتاج لو وقع لك شي أومبان في الطريق ولا شي حاجة لا قدر الله تتكون هنايا داك الشيء قريب ليك كتقاد اللي بغيتي كتساري كتسدو على هذا الشكل هذا. وكاين هذا المكان هذا هذا المكان مهم مهم بزاف ملي كتقضي الحاجه ديالك في الطواليت سواء التبول او التعوض تيجي لهنايا لهذا المكان هذا يعني هذاك الغائط ديال كل بول ديالك تيتحط في هذا المكان هذا ملي كتسالي كيعمر هذا كتشدو كدير له هذا الشكل كديه كتخبيه في الطواليت تتغسلو مزيان وكتعاود ترجعو للبلاصة ديالو. كاين هاد البلاصة هادي هو الكابل اللي تيعطيك الضو للكامبر كامل ملي كتكون صايق الكامبر ولا شي حاجة الإضاءة ديالو وهداك الشي اللي كاين لداخل تيجي عن طريق البيتري اللي كاين في الكامبر ولكن ملي كتحط الكامبر كتبلاصيه في كومبينغ ولا في شي بلاصة كدير هاد البريس هادا وكتجيب الضو للكامبر. دابا ملي شفنا الكامبر على برا اجي نشوفوه من الداخل ونشوفو كي داير. اجيو معايا هذا هو الباب شي حاجه حاشاكم ديال الزبل كتحط هنايا في هذا المكان هذا كاين هذا الا بغيتي الضو يدخل ولا شي حاجه ما بغيتيش الضو كتسد. اجي تشوفو معايا من الداخل هذا هو الداخل ديال الكامبر. هذا المكان ديال الجلوس المكان ديال الجلوس كما كتشوفوا كاين جوج ديال البلايص واحد جوج وكاين البلاصه الثالثه هي هاد البلاصه هذه كما كتشوفوا معايا هنايا وكاين هذا المقعد هذا ممكن انه يدور بحال هكا وتولي مكان ديال الجلوس يعني هذا المقعد هذا ديال السائق وفي نفس الوقت ولي مكان ديال الجلوس فين تريح مع العائله ديالك او الاصدقاء. هذا المكان هذا هو المطبخ مكتوب معايا هنا كاين لافابو هو هذا كاين هذا هو البلاصه ديال الطبخ كتشوفوا معايا ثلاثه ديال الفرنوات كاينين هنايا اللي كتسالي كتقضي الحاجه ديالك او انك كطيب اللي كان كتسدها بحال هكا. وهنايا في الاسفل كاينه مساحه فين تحط الاشياء ديالك اللي غادي تحتاج في الطبخ بالاخص الاشياء اللي غادي تحتاجها هنايا كتكون قريبه عليك
كاين هذا المكان هذا فيه تحط الاشياء اللي غادي تحتاج في المطبخ، كاين المجوره كما تشوف معايا، كاين العدد ديال المجوره كاينين ثلاثة، واحد كاين جوج كاين ثالث بحال هكا، فين انك تحط ربما المقالي ديالك هذيك الاشياء اللي كتكون كبيره في الطبخ كتحط هنايا في الاسفل. دابا ملي شفنا الكوزينه اجي نشوفوا الدوش والطواليط كي داير. الدوش والطواليط هما هادو، هذه هي الطواليط اللي فيها دابا يعني كاين هنا واحد المساحه عاوتاني فين تحط بابي طواليط ولا تحط شي حاجه تستعملها هنايا، كاين هذا المكان هذا فين تحط شي سي ديال السنان، تحط المعجون ديال الاسنان هنا، كاين واحد لافابو صغيور، كاين عاوتاني هنايا فين تحط الاشياء اللي غادي تحتاج ملي تبغي تدوش تدير هاد الشيء هذا، كتجي داخل كتدخل كتسد على راسك بهاد الطريقة هادي و ان شاء الله كنتي تدوش هنايا الما ميخرجش على برا، يعني داك الشيء كامل منظم ناضي زويون ناضي كناضي، ملي تتسالي تخرج بحال هكا. شوف دابا مساحة ضيقة وشوفوا كيفاش ردوها. ملي تتالي ترجع الدوش كما كان. دابا ملي شفنا الدوش وشفنا الطواليط دابا غادي نشوفوا البلاصه ديال النعاس. البلاصه ديال النعاس هي هذه، هاد البلاصه هذه كاينين جوج ديال النعاس، واحد ينعس في هاد البلاصه هذه وواحد ينعس في هاد البلاصه هذه، وهاد البلاصه ممكن انك ترجعها ناموسيه وحده ديال جوج ديال الناس، الا كان الراجل هو المرا ديالو غادي ينعس في هاد البلاصه، ولا كنت مع الوليدات ديالك ولدك تينعس هنا وتينعس هنا، كنت مع عشيرك تينعس هنا وهو تينعس هنايا، وهاد البلاصه ممكن انك ترجعها كما قلت ناموسيه وحده. ها كيفاش كترجعها؟ اجي تشوفوا معايا، كتشد هادي وكدير ليها بحال هكا، اجي تشوفوا معايا. تحطها بحال هكا، كتولي ناموسيه وحده. ملي جوج ديال الناس ينعسوا هنايا وتيبغيو هما الخصوصيه ديالهم يعني ما تشوف شنو كاين مورا، يعني بلا ما تيدخل تياخذ الراحه ديالو. وهاد البلاصه هذه اللي كتشوفوا هنايا هنا فين كاينه الثلاجه وكاين الفريكو بحال هكا، هنايا كاينه الثلاجه وفي هاد المكان هذا كاين الفريكو. واحد الحاجه مهمه، هاد البلاصه هادي هاد البلاصه هادي هنا فين كتحط السبرديله ديالك ولا كتحط شي صنداله كيتحطوا في هاد المكان هذا، ما تجيش انت انك تحط السبرديله غادي تلوحها غير هنايا ولا شي حاجه، خصها ضروري تحط في هاد المكان هذا وكتسد عليها بحال هكا باش يبقى هذاك الشيء نقي زواون.
كاين هاد البلاصه هادي ديال التلفازه. التلفازه كتجيبها نتايا راسك، بغيتي تلفازه كبيره جيبها هنا، بغيتي تلفازه صغيره داكشي كيعتمد عليك. ملي كتشري هذا كتشريه بلا تلفازه. كاين هاد البلاصه هادي هنا فين ممكن تحط شي اشياء اللي غادي تحتاج، مثلا بيموات ولا شي دراع ولا شي حاجه تحطها في هاد البلاصه هادي. وكاين هذا اللي الفوق، واحد الحاجه خصكم ضروري تعرفوها هو ان الكامبر ديال 4 ديال الناس، جوج ديال الناس ينعسوا في هذيك البلاصه اللي وريتكم وجوج ديال الناس ينعسوا في هذه البلاصه هذه. كتولي على هذا الشكل هذا. دابا ربما غادي تقول لي ودابا الناس كيفاش غادي يديروا انهم غادي يجيو لهذه البلاصه هذه، اشنو تيديروا؟ تشد هذا السلم هذا بحال هكا كديروا هنايا تولي بلاصه غادي يطلع عليها النيشان. يعني جوج ديال الناس ينعسوا في هذيك البلاصه وجوج ينعسوا في هذه البلاصه هذه. ملي تتنعس تسالي كترجع بحال هكا. كترجع الكراسة كما كانوا. على الشكل هذا وانت ناضي هو هذاك. دابا ملي شفنا الكامبر على برا وشفناه من الداخل، دابا غادي نشوفوا المقصوره ديال السائق كي دايره. شي كبير يبان لك بانه متخم. هذه هي المقصوره ديال السياقه كما كتشوفوا معايا. هنايا هذا الكامبر هذا راه مانيوال ماشي اوتوماتيك، وفيه سيزيام تشوفوا معايا هنايا فيات، لان الموتور ديالو فيات. فيه جي بي اس، فيه الكليما، مكاينش حاسي المشكل. المرايات فيه الكتريك، مرايات حتى هما كبار كما كتشوفوا معايا هنايا. يعني ملي كتكون سايكو تحس بالراحه ديالك، الراحه التامه. تزيد كرسي اللور قدام، داكشي كامل الكتريك. حتى الا كنتي سايك المرايات مع كبار تيبان لك كلشي، اللور هو هذاك المقعد. والحاجه المهمه وهو ان الثمن ديال هذا الكامبر شحال. الثمن ديالو كيبدا ابتداء من 84,000 أورو، يعني 84 مليون، ابتداء من 84 مليون. ولكن ملي كتبغي كومبلي مثلا جي بي اس، بغيتي شي حاجه فين غادي تحط البيكالا ديالك، بغيتي شي حاجه الكتريك كتزيده، وتوصل الثمن ديالو حتى ل 90,000 أورو، يعني 90 مليون. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شكرا لكم بزاف، شكرا على التعليقات ديالكم على المشاهدات ديالكم. الى عجبكم هذا الفيديو هذاك كنتمنى انكم تضغطوا على الزر ديال الاعجاب، ولو كنتي اول مره كتشوف هذه القناه هذيك كنتمنى انك تضغط على الزر الاشتراك في القناه. كان هذا هو الكامبر ديال اليوم، للموتور ديالو فيات والديزاين ديالو ديال امسي لويس. يلا تحياتي لكم والسلام عليكم حتى الكامبر الجاي ان شاء الله.